الفريق كامل وزير النقل. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ عمرو وبالساده المشاهدين. ايه الحكايه وايه الموضوع؟ والله وحضرتك يعني اثرت عليا المسافه شويه في المقدمه بتاع حضرتك الشيقه اللي حضرتك تناولتها. يعني اي حد في العالم بيخطط لوسائل مواصلات او بيخطط لنقل افراد عموما داخل عواصم مكتظه بالسكان زي القاهره، حواليها تجمعات عمرانيه جديده كثيره جدا شرق النيل وغرب النيل، لازم بيروح على طول للتخطيط العلمي اللي مبني على وسائل النقل الجماعي، ويا ريت تكون اخضر مستدام. انا لما جينا بدانا لما اتشرفت ان انا اتعينت وزيرا للنقل، اول حاجه عملتها رحت زرت مدينتين عاصمتين اكبر عواصم العالم كثافه بالسكان زيهم زي القاهره، بكين في الصين و نيو مكسيكو سيتي او مكسيكو سيتي في ما فيش اكتر من كده في المكسيك، اكبر عاصمتين زحمه. احنا تقريبا القاهره قريبين من مكسيكو سيتي، هي عاصمه المكسيك. احنا تقريبا عندنا 25 مليون مواطن بيقطنوا في القاهره الكبرى، وبيجي لنا كل يوم تقريبا يومين ما بين 4 ل 5 مليون مواطن وافدين من انحاء الجمهوريه علشان يقضوا مصالحهم في العاصمه المركزيه ويرجعوا تاني، يبقى تقريبا بيجي لنا تقريبا كل يوم حوالي 30 مليون مواطن في القاهره. الدول 30 مليون بيعملوا تقريبا حوالي 27 مليون رحله عربيه. تخيل لو احنا سيبنا الناس تتحرك بعربيات خاصه، يبقى هيعملوا 27 مليون عربيه بيتحركوا في نطاق القاهره الكبرى. ده لا يمكن، ده حجم مرور لا يمكن يطاق ولا يمكن يسمح به. هتلاقي الشوارع كلها عباره عن مخازن عربيات وجراجات عربيات متوقفه، هتلاقي التلوث زاد، هتلاقي الحوادث زادت، هتلاقي الناس زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي، هتلاقي الناس بقت متنرفزه، اعصابها بقت مشدوده، هتروح شغلها وهي مش قادره تشتغل. كل الكلام ده فكرنا فيه، بدانا ندرس طب احنا محتاجين ايه في القاهره. زي ما حضرتك قلت 6 اكتوبر اتعملت من الثمانينات، ما وصلهاش لحد النهارده اتوبيس عام، مش هقول لحضرتك مترو ولا مونريل ولا قطار كهربائي. العاشر من رمضان اتعملت ما وصلهاش اتوبيس عام ولا قطر ولا كهرباء ولا غيره. العاصمه الاداريه الجديده بتتعمل، الشروق اتعملت ما وصلهاش، مدينه اتعملت ما وصلهاش، العبور اتعملت ما وصلهاش، بدر، هليوبلس الجديده، المستقبل، كل القاهره الجديده. وحتى في وسيله ربط ما بين القاهره الجديده اللي هي اقرب تجمع عمراني حديث معمول جنب القاهره جنب بيت نصر، مفيش لا. فلازم نفكر في نربط كل المجتمعات العمرانيه الجديده دي بالقاهره الام عشان نسهل حركه الناس من القاهره الام الى هذه المناطق، سواء مناطق صناعيه في العاشر من رمضان او في 6 اكتوبر او حتى مناطق سكنيه او مناطق جامعات. منطقه الشروق فيها عدد كبير جدا من الجامعات، طب اللي من مدينه نصر او من مصر القديمه او من شبرا وعايز يروح الشروق يعمل ايه؟ فكان لازم نفكر في الكلام ده كله. وهم اغلب اللي في الشروق واغلب اللي في الرحاب واغلب اللي في مدينتي واغلب في هليوبلس الجديده، اغلبهم عندهم شغل في مصر الجديده وفي المنطقه دي. يعني ما هو كان مش شغال في المدينه اللي هو عايش فيها دي، هو كده بيبقى عايز ينزل مصر، ينزل التجمع علشان ده شغله في الحته دي، هو بس خد السكن بتاعه في امتداد المنطقه اللي فيها الشغل. بالظبط. فكان لازم ندور على وسائل تخفف الكثافة المرورية دي، وسائل تقلل الانبعاثات الكربونية على طول والانبعاثات المضرة بالبيئة اللي هي، يبقى لازم نروح للكهرباء، لازم نقلل الحوادث على الطرق، لازم نقلل زمن الرحلات. احنا لما جينا نعمل التأثير زيادة زمن الرحلات في العربيات الملاكي اللي واقفة في الطرق دي على الوقود، لأننا بس بنستهلك زيادة عن الوضع الطبيعي 7 مليار جنيه سنويا وقود. ال 7 مليار جنيه دول بيزيدوا استهلاك الوقود، بيزيدوا كمان معاهم الكربون اللي بيطلع في الجو. إذا لازم نروح لحاجة. طيب. فلقينا نفسنا عندنا الناس اللي قبلنا سبقونا ربنا يكرمهم عملوا الخط الأول والخط الثاني، وبيعملوا في الخط الثالث، بدأوا في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ثم
عندنا خطه للانفاق نستكمل الخط الثالث، عندنا الخط الرابع الحمد لله اللي احنا بدانا فيه، عندنا الخط السادس، عندنا الخط الخامس استعوضناه بالاتوبيس الدرادوري الكهربي. طب خلينا على الطريق الدالي، خلينا نرجع تاني للقطار الكهربي ونقول ما انا جاي لحد ما دخلت على القطار الكهربي. ثم مونوريل وقطار كهربائي عشان نربط كل المجتمعات العمرانيه دي. القطار الكهربائي اساسا اتعمل عشان يربط مدينه نصر، ياخد من محطه عدلي منصور نهايه الخط الثالث بفكره بقى وسائل النقل التبادليه او الوسيله التبادليه او المحطه اللي التبادليه، اللي هي المحطه التبادليه اللي بتيجي فيها كل انواع المواصلات، ينزل الراجل من مترو الانفاق يعمل الوصله بتاعته ويكمل لحته ثانيه. بالظبط، يركب من عدلي منصور قاصدا الى العبور والعبور الجديده، المستقبل، الشروق، هليوبلس، مدينتي، طبعا بدر، العاشر من رمضان، العاصمه الاداريه الجديده. طيب ده طوله تقريبا لحد ما هو حاليا دلوقتي اللي احنا الجزء اللي احنا فتحناه طوله 70 كيلو. أيوة. لما يوصل لنهايه العاصمه الاداريه الجديده جنوب طريق السخنه على امام المدينه الرياضيه العالميه وتقاطع مع المحطه التبادليه بتاعه القطر السريع اللي جاي من السخنه هيصل الى 100 كيلو لما يخش لحد المدينه الرياضيه، ولما يخش قلب العاشر من رمضان هو دلوقتي بره العاشر من رمضان. طب لما يوصل هيوصل 100 كيلو. اذا انا اساسا مستهدف التجمعات العمرانيه الجديده والعاصمه والعاشر من رمضان. طب المدن الجديده نفسها لسه لم تكتمل بنسبه اسكان 100%. الجامعات اللي في الشروق لسه ما فتحتش، لسه هتفتح ان شاء الله في اول شهر 10. العاصمه الاداريه الجديده نفسها لسه ما الحكومه لسه ما نقلتش، ولسه الناس ما راحتش العاصمه الاداريه الجديده. هو نفسه لسه ما وصلش ال ار تي، ما وصلش قلب العاشر من رمضان عشان يخدم كل المناطق الصناعيه والجامعات والناس اللي هناك. اذا هل انا زي ما حضرتك قلت، يعني جمله جميله جدا، احنا كنا بنعمل المدينه وتكتظ بالسكان وتبقى زحمه وبعدين ندور نحل على وسيله المواصلات، لا، احنا الوقت سبقنا. احنا كان ممكن ما نفتحش القطر ده دلوقتي، وكان ممكن نقعده كده يعني يشتغل تشغيل تجريبي لحد ما العاصمه تبقى تفتح، ولحد ما العاشر من رمضان نوصل للعاشر من رمضان، ولحد ما الجامعات تبقى تشتغل. ولكن لا، ده وسيله مواصلات خلصت وجاهزه للتشغيل، طب تشتغل اول اكتوبر الجامعات هتفتح، هتلاقي العدد زاد ضعف اللي موجود دلوقتي شويه، وهتلاقي العاصمه الاداريه الجديده اشتغلت هتلاقي العدد زاد وزاد. طب دول اشتغلوا والعاشر من رمضان، دخلنا العاشر من رمضان هتلاقي العدد الضاعف. اذا اصبروا بس شويه، الموضوع لو وزاره النقل فكرت هي تلغي ال ار تي، ولو وزاره النقل لقت ان هو ملوش جدوى اقتصاديه وقالت يعني يا ريتني ما عملته، ولا الكلام ده خالص. احنا بنخطط كويس جدا. طب سياده الفريق، هل كان في من الاول دراسه جدوى واضحه العدد الناس اللي ممكن تستخدم هذا القطار من محطه عدلي منصور لغايه العاصمه الاداريه الجديده؟ انا هرد عليك رد دولي مقنع، مش انا اللي بقوله. اي مشروع يا استاذ عمرو بنعمله بالتعاون مع بنوك دوليه زي الاكزيم بنك الصيني اللي احنا بنتعاون معاه في ال ار تي، لازم بيتعمل له الاول ثلاث دراسات مهمه جدا، مش احنا اللي بنعملها، ده البنك المقرض، البنك الممول. دول ما عندهمش هزار، دول خالص خالص. انا حتى لحدك مثلا دلوقتي يمكن حدك بتشوفه وانت جاي على محور 26 يوليو هنا، لما البنك الصيني بنيجي نقول له عايزين نعمل قرض كذا وكذا، ده لازم بيعمل اول دراسه فنيه للمشروع، يتنفذ ولا ما يتنفذش هندسي، يعمل دراسه اثر بيئي، يشوف تاثير هذا المشروع على البيئه. الناس ما بتهزرش، لو انا رحت النهارده اجيب منه اعمل قطر عادي بالديزل يطلع كربون وسولار وعادم في الجو، مش هيجي معايا، مش هيسمع كلامي. يعني هو لو ما لقالوش جدوى مش هيمول. الدراسه الثالثه الجدوى الاقتصاديه. ثلاث دراسات ضروريه وهامه جدا بيعملهم اي بنك. النهارده بنك الاي بي ار دي وجي بي مورجان اللي بموله المونوريل، لو حضرتك لاحظت هتلاقي واحنا جايين من اكتوبر المونوريل ماشي كويس جدا، وجاء بعد مصر اسكندريه الصحراوي وتوقف شويه. ليه؟ البنوك دي جم هنا لقونا بقى غير بقى الدراسه الفنيه ودراسه الاثر البيئي ودراسه الجدوى الاقتصاديه، بيشوفك انت عوضت. يعني هو شوف ان دول اهلنا واحنا حريصين نعوضهم اللي بنمشي بارضه، لا ده هو كمان البنك يوقف لك القرض لو عرف ان انت ما عوضتش الاهالي اللي انت مشيت في ارضهم او خدت بيتهم من غير ما تعوضه. يعني دي شهاده دوليه مش انا اللي بقولها.
النهارده. فما ينفعش، مع انا اسف التعبير، الموالسه في المساله. ما يعني ينفعش الموالسه. يعني تعمل حاجه تلوث البيئه، مش هتعدي حاجه، لان هو ايده في ايدك خطوه بخطوه. بالظبط كده، بالظبط كده. فده ده شارع دوليه، مش انا اللي بقول. فالدراسة الجدوى لما درست المناطق اللي هيعدي منها القطار الكهربائي السريع، قالت ان دي ليه جدوى اقتصادية، وانه الناس هتبقى بتستخدم هذا القطار بشكل اقتصادي، وانه ما يبقاش فيه القلق اللي موجود عندنا. قال لك ما فيهوش ناس، ما حدش بيركبه. طب ما هي الدولة اضطرت هي تقلل سعره علشان تشجع الناس انها تركبه. طب حضرتك اسمح لي ارد على النقطه دي. اتفضل يا فندم. بالاضافه طبعا زي ما قلت لحضرتك ان لسه الجامعات ما اشتغلتش، ولسه العاصمه ما اشتغلتش، ولسه الشروق ما اتملتش، ولسه مارينت ما اتملتش. احنا من خلال ربط وسائل النقل الجماعيه مع بعضها، ال ار تي ده بيتكامل مع المونوريل اللي لسه ما اشتغلش في محطه الثقافه والفنون في العاصمه الاداريه الجديده، ولسه ده ما اشتغلش. ده هيجيب لي ده ركاب، وده هيجيب لي ده ركاب. لسه ما وصلش لحد القطر السريع اللي هيجي من السخنه، ولا هيجي من العلمين، ولا هيجي من اسكندريه وينزل ركاب في العاصمه الاداريه الجديده او في المحطه، وعايزين يخشوا العاصمه الاداريه الجديده في ال ار تي. طب اذا ده حجم ركاب زياده هيجي؟ ايوه، ما تستعجلوش. طب نيجي الاسعار. اي حد في الدنيا يا استاذ عمرو، انا مش عايز الناس تقول لك ايه، اهو شوفوا اهو بيضحك على الناس. لا، انا بقول الحقيقه. النهارده اي حد بيجي يعمل وسيله مواصلات جماعيه، واحنا كنا صغيرين حتى بنركب الاتوبيس العادي، يقول لك اللي عايز يعمل اشتراك هياخد 50% تخفيض. طبعا. انا ليه باخد بديله 50%؟ لان انا مضمن ان هو يركب لي كل يوم، فهو بالتاكيد لو بيدفع مقدم خلاص. الله ينور عليك. بيدفع مقدم وبيدفع كل يوم. يعني بيدفع 30 تذكره رايح و30 تذكره جاي كل يوم. طب ادفعهم له كاملين؟ يعني لو هو مثلا 10 جنيه في اليوم، يبقى 20 في الرحله، يبقى 20 في 30 ب 600. لما اجي اعمل له اشتراك واخد منه 300، يبقى انا اثرت عليه، وفي نفس الوقت ده اسلوب تجاري او اسلوب ترويجي زي اي حته في العالم. في اي حته في العالم بنعمل اشتراك. زائد احنا ليه طلعناها دلوقتي؟ لان بدء دخول المدارس وبدء دخول الجامعات والموظفين بتوع المدارس وبتوع الموظفات الجامعات، احنا كدوله لنا دور اجتماعي تجاه الموظفين والطلبه والناس. فلازم النهارده مع بدء دخول المدارس ودخول الجامعات، احنا ليه ما قلناش من اول يوم من 3/7؟ احنا قلنا مع دخول المدارس والجامعات، ولما تيجي ان شاء الله العاصمه الاداريه الجديده تشتغل هنعمل كده، هندي للناس ميزه في بدايه تشغيل العاصمه. اول مش عشان نرغب بس حتى الناس تركب، لا، هو ده الاسلوب التجاري في التشغيل. وممكن يبقى عندنا زي بره اللي هو التذكره اللي تركبك كل المواصلات طول اليوم او طول الشهر، تنزل من مترو الانفاق تركب الكهربائي، تنزل من الكهربائي تركب المونوريل بتذكره واحده، كل ده هيتكامل اكيد. هو ده التذكره الموحده، حضرتك خدتها من قبل ما اقولها. هو ده التذكره الموحده اللي احنا بنعملها، ان انا ارغبك انك تركب، وان انت ما تروحش تقف في الطابور خلاص على الشباك. انت جيت من المونوريل من اكتوبر، نزلت وادي النيل في المهندسين، تنزل بنفس التذكره تركب الخط الثالث للمترو، تطلع يوسف عباس تركب المونوريل الثاني او تركب الخط الثالث. يبقى دي وسيله مواصلات او اكثر من وسيله مواصلات بتركبها بتذكره واحده، ولتوفير وقت الناس. وفي نفس الوقت انا كده كسبت، انا لما الزمك، انا كده لزمتك، انا كده رغبتك، بلاش ضحكت عليك، انا كده رغبتك ان انت تركب المونوريل، وبعد كده بدل ما تروح او بدل ما تركب عربيتك الملاكي، لا، تيجي بعربيتك الملاكي مثلا. النهارده يمكن حضرتك هتشوف بعد شويه ميني باصات جبناها وعليها اللوجو بتاع ال ار تي، وحطيناها في البراكنج او المواقف اللي جنب ال ار تي، عشان اجيب حضرتك من جوه بيتك من الشروق او من العبور او من المستقبل او من العاشر من رمضان، تسيب عربيتك الملاكي جنب ال ار تي او بعد شويه جنب المونوريل، وتركب وسيله المواصلات الجماعيه. هتوفر لنفسك فلوس، وتوفر اعصاب، وتوفر وقود، وانا كدوله هستفيد ان انا خليتك الباصات معانا على الهواء يا فندم. هادي بالظبط كده، الله ينور على حضرتك، اهي المرباصات اهي هتشتغل، وده قطاع خاص، عشان هنتكلم عن القطاع الخاص. لو حضرتك سالتني بعد شويه هتكلم عن القطاع الخاص، اهو ده قطاع خاص مصري وطني محترم. والراجل ده كان عايز اقول لحضرتك هو برضو ايضا متبرع، هيشغل المرباصات دي فور فري، ببلاش يعني، لمده شهر بالكامل
في بمناسبه بدء تشغيل بدء المدارس وبدء دخول الجامعات. هيجيب الناس من جوه الشروق او من جوه العاشر من رمضان او من جوه العبور او من جوه المستقبل، يوصلهم لحد محطه البي ار تي. كل العالم بيعمل كده. انا سافرت لندن يا استاذ عمرو سنه 97 ركبت المترو من بادنجتون حتى وايكوم. الكل الناس بادنجتون دي تبادليه برضو. كل الناس راكنه عربياتها الملاكي. ايوه طبعا. وبتيجي بادنجتون تحط العربيه الملاكي في الباركنج وتركب المترو. ونيويورك نفس الحكايه، وكله كله نفس الحكايه. احنا عايزين كده، احنا عايزين هو بس عايزه الثقافة تبتدي تتغير، ان انت زي ما في لندن وزي ما في طوكيو وزي ما في باريس، انه الوزير حتى رايح الوزارة بتاعته بيركب مع المواطنين عادي الاندر جراوند ويوصل بيه لغاية المقر بتاعه في وسط البلد ويرجع. يعني انه استخدام المواصلات العامة دي ثقافة برضو محتاجة ان الناس تبتدي تتبناها. مليونير انجليزي رئيس شركة اس جي اند اس اللي هي بتعمل اكبر معدات مفرقعات وكشف مفرقعات على العالم، صاحب المصنع اللي انا كنت بتدرب فيه، كان بيركن عربيته الكاديلاك في محطة بادنجتون ويركب معايا المترو، يروح لحد المصنع ويرجع تاني ياخد عربيته. ده مش ده كل العالم بيعمل كده. احنا ما بنخترعش حاجة جديدة ولا بنبترع حاجة جديدة، ده احنا عايزين نأهل ونثقف ونساعد اهالينا عشان يركنوا عربياتهم الملاكي سواء في محطة المونريل أو محطة ال ار تي أو البي ار تي. بعد كده البي ار تي اللي على الدائري اللي هيمشي على الدائري هنعمل كده. ال كل الركاب هتركب البي ار تي التردوري الكهرباء على الدائري، تنزل محطة البي ار تي تلاقي سلم أو نفق ينزل على اليمين أو الشمال على الدائري يلاقي الموقف بتاع الميكروباص أو الموقف بتاع العربيات الملاكي اللي ورا كان فيها عربيته يروح مشواره أو يروح بيته زي ما هو عايز. لازم نروح كده، لازم نروح في الاتجاه ده. طيب دلوقتي مين اللي بيدير القطار الكهربائي الخفيف؟ تمام. القطار الكهربائي الخفيف ده أنشأته شركات مصرية وطنية بالتعاون مع شركة أفك الصينية، بتصينه شركة أفك الصينية برضو بمصريين وطنيين، بتديره شركة ار اي تي بي الفرنسوية اللي متعاقدة معانا على إدارة وتشغيل ال ال ار تي القطار الكهربائي الخفيف والخط الثالث لمترو الانفاق اللي هم الاثنين بيتقابلوا في محطه عدلي منصور. احنا طبعا نشرنا على كل دول العالم، ولكن كان من ضمن الشروط المؤهله لار اي تي بي ان هي اصلا بتدير الخط الثالث اللي بيخش عدلي منصور. فلما ادي الوسيلتين لشركه واحده بيخشوا محطه يبقى هو مسؤول عن اداره وتشغيل ونظافه. فانت بتقول لي ان القطار ده بتديره شركه فرنسيه عالميه. ايوه، شركه فرنسيه عالميه، اكبر شركه في فرنسا بتدير 14 خط. فرنسا فيها باريس فيها 16 خط مترو، 16 خط مترو، احنا الحمد لله هيبقى عندنا بعد شويه 6. بتدير منهم ار اي تي بي الفرنسويه بتدير منهم 14 خط من 16. يعني وبتدير عندنا الخط الثالث زائد ال ال ار تي. طيب عشان برضو الناس بقت بتهتم بالحاجات دي، احنا القطر ده واخدين عليه قرض على كام سنة عشان نسدده؟ اللي احنا كل قروضنا يا استاذ عمرو فيها ما يسمى بفترة سماح، فترة سماح من السداد خالص، ما بيسددش حاجة طول فترة التنفيذ اللي هي ثلاث سنوات اللي احنا الحمد لله اقتصرناها على سنتين، بس هناخد فترة سماح ثلاث سنوات زائد سنتين الضمان، يبقى انا خمس سنين ما بسددش فيهم ولا سنت ولا مليم. هايل. يعني طول الوقت ده القطر بيشتغل حتى لو الناس قلقانه انه فاضي او مش فاضي، جاب فلوس او ما جابش فلوس، كل ده بيشتغل وما عليهوش ديون بتاعه القرض بتدفع في الخمس سنين الاولى. حضرتك قلتها بالظبط. انا بقعد خمس سنين، ثلاث سنين او سنتين انا نفذت، بقيت الخمس سنين ما بدفعش ولا مليم علشان لما ابدا اوصل الى 70-80% نسبه اشغال. هو احنا كنا عارفين ان او ما احناش عارفين ان القطر هيشتغل في اول سنه وثاني سنه ب 50-60-70% نسبه اشغال؟ عارفين. طب نعمل ايه بقى في الحاله دي؟ بنزود بقى ما يسمى بزمن التقاطر، يعني اجي الصبح في وقت الذروه واشتغل كل ربع ساعه قطر، ولو قدرت اوصل لو عايز كل خمس دقائق اوصل كل خمس دقائق، واقل زمن تقاطر في القطر لثلاث دقائق، اقدر اوصل لثلاث دقائق. طب بعد الساعه 10 لما للساعه 2 الظهر اقدر كل نص ساعه كل ساعه،
واجي من 2 الظهر لما لحد 6 مساء ارجع تاني ربع ساعه. اذا في ما يسمى بخطه تشغيل لمواجهه الكثافه العدليه، لمواجهه نقص الاعداد وهكذا. خطه مرنه. الشركه دي شركه عندها خبرات عاليه جدا، بتشغل 95% مصريين، ولو حضرتك سالت كده هتلاقي كل السواقين مصريين، كل المهندسين مصريين، كل الفنيين مصريين، عمال النظافه مصريين، الامن مصريين. هم يا دوب 5% اللي هم الكبار بتوعهم هم اللي فرنسويين او اجانب متعاونين مع الفرنسويين، ولكن المصريين هم اللي بيديروا فعلي القطار الكهربائي الخفيف تحت اداره فرنسيه. نتعلم منها. طب ارجع بقى، دي فتره سماح 5 سنين، فتره السداد عندنا اقل فتره سداد 15 سنه. احنا عندنا شركه هاينداي روتم الكوريه عطيانا قرض ب 15 سنه فتره سماح و 30 سنه فتره سداد، يعني 45 سنه منهم 15 سنه. ده يكون القطر ده اترمى 3 مرات يعني. بالظبط كده. ده بيقول ايه يا استاذ عمرو؟ ده بيقول في ثقه في الاقتصاد المصري، في ثقه بتاعي. لا، وفي ثقه في ان هو ليه جدوى، ما هو مش هيديك على السنين دي غير لو مالوش جدوى. انت حياتك دايما بتسبقني بشويه، ربنا يكرمك. ده ثقه في الاقتصاد المصري ان احنا هنقدر نسدد وان احنا اقتصادنا متين ويقدر يشيل، زائد اللي هي دراسه الجدوى الاقتصاديه اللي موجوده في المشروع من البدايه ان هي سليمه. فعلشان الناس اللي بتحمل الهم انه الناس هتيجي بكره عايزه تمن القطر ده والقطر ده، احنا دفعنا فيه كام؟ انت لسه دفعتش ولا مليم خالص. فيعني وهتدفع على قد ايه؟ عندك تقسيط مريح جدا عشان الناس تطمن. من حقهم برضو يا معالي الوزير ان الناس تطمن الحاجه بيتم شراها ازاي، بتتسدد ازاي، ان الناس تفهم برضو. يا استاذ عمرو، احنا من مصلحتنا واحنا النهارده بنتكلم مع حضرتك، ولو حضرتك سالتني في اي وقت هرد على حضرتك. انا اسف، مش علشان نرد على الشائعات والناس اللي لا هو المواطن. لا المواطن من حقه يعرف، ما دي فلوسه. انا شغلي الشاغل هو المواطن، هو اخويا واخوك وعمي وعمك وابني وصديقي وصاحبي. انا اسف في كلمه افهمهم، انا عايز اوضح لهم، انا عايز اطمنهم، انا عايز اقول لهم ما تسمعوش. لا، انا عايز انت خد مني المعلومه. اي حد بيكلمني بيبعت لي واتساب اي حاجه بنرد عليه عشان نطمن اهلنا، عشان تاني نطمن اهلنا. ما تقلقوش، فلوسكم في ايد امينه، مواصلاتكم في ايد امينه، متخطط لكم كويس جدا. احنا جايين نشتغل عشان نخدمكم، مش عشان حاجه تانية. هو على العموم يا معالي الوزير، وزير النقل ووزاره النقل هي شايله الشيله الكبيره، لو فاهم انا اقصد ايه. واحنا جاهزين. هي اللي شايله الكلام التقيل بقى، يعني اي اول حاجه يقول لك والطرق والكباري والقطارات، يعني انتوا عندكم الشله الكبيره دايما. طيب انا بس هقول لحضرتك، طالما حضرتك قلت الكلمه دي قبل ما نخش في الطرق والكباري والكلام ده، هما دايما الناس يقولوا ايه؟ هو النقل واخده دلوقتي ليه مبالغ كبيره، يعني 2 تريليون جنيه ليه يعني؟ اقول لهم عشان اي دوله في العالم، شوف حضرتك المانيا بعد الحرب العالميه عملت ايه، شوف امريكا عملت ايه عشان تبني حضارتها، عشان تبني نهضتها، سواء صناعيه او زراعيه او غيره. نهضه الامم او اللي بيرفع الامم دايما بنقول الزراعه والصناعه. لو انا زرعت ما احتاج وصدرت الفائض عندي، وما وصنعت ما احتاج وصدرت الفائض عندي ومنعت استيرادي، يبقى انا نجحت. طب عشان ازرع واصنع محتاج 3 حاجات مهمين جدا. اولهم النقل، لازم انقل خاماتي ومواد الاوليه والاحتياجات مزارعي واحتياجات مصانعي اليها، ولازم اصدر سواء المنتجات الزراعيه بتاعتي او الصناعات اللي انا صنعتها اوديها لمناطق الاستهلاك في الداخل واوديها للموانئ في الخارج. طبعا اذا انا محتاج وسائل نقل سريعه وقويه وامنه، يبقى لازم النقل اركز عليه، لان النقل كان مهمل من 40 50 سنه. وحضرتك وانا وحضرتك موجودين، شوف النقل، شوف الطرق كان شكلها ايه، شوف السكه الحي كان شكلها ايه، شوف المواني كان شكلها ايه، كل الكلام ده. ده انا اقول لحضرتك دلوقتي حاجه في المواني تفرح حضرتك، انت راجل وطني وبتحب بلدك، تفرح حضرتك وتفرح كل المصريين لموانيهم، اقول لحضرتك عليها دلوقتي. فاذا النهارده لما نيجي نقول انا عايز زراعه وصناعه، الزراعه والصناعه مش هتقوم الا وسائل نقل جيده. طيب. وهتقوم بكهرباء عشان تغذي المصانع وعشان ترفع ميه ونزرع بيها، هتحتاج بترول عشان نولد بيه كهرباء علشان
اذا دول طيب. خمس حاجات رئيسيه لازم الدوله تصرف عليهم. بما انك الحاجه الثالثه اتفضل. الحاجه الثالثه المهمه جدا هي العنصر البشري. العنصر البشري اللي هيشغل الخمسه دول محتاج معاه صحه، تعليم، اسكان، تموين، ضمان اجتماعي. اذا احنا بنتكلم في منظومه. احنا صحيح انا مش رئيس الحكومه ومش مسؤول عن سياسه الدوله، ولكن انا بما اني وزير ووزير سياسي وموجود ضمن حكومه انا عارف ايه اللي بدور وايه تخطيط الدوله. طبعا الدوله ما بتقولش. بما انك معالي الوزير، بما انك ذكرت المواني ايضا، نفس الشيء عامل برضو مشكله. ما انا بقول لحضرتك عندك نصيب الاسد. الكلام ان مصر بتبيع موانيها يا استاذ عمرو. انا النهارده كان عندي، مش هقول حتى كان عندي مين، احنا النهارده لما جينا نشوف موانينا ولقينا الناس بتهرب مننا، وده كلام موثق، ووزراء النقل السابقين اللي قبلي عارفين الكلام ده ومش هيزعلوا، سامعيننا ومش هيزعلوا، واللي قبلهم واللي قبلهم. احنا كان عندنا يا استاذ عمرو مواني الغطس بتاعها 7 متر و8 متر و10 متر وماكسيمم 14 متر. ده ما يدخلش فلوكة خالص. الله ينور على حضرتك. كان عندنا مواني كل اللي فيها 35 كيلو ارصفه، يعني مش عايز اقول لحضرتك حالتهم شكلها ايه. النهارده انت بتعمل مواني فيها 75 76 كيلو ارصفه، ارصفه باعماق 17 و18 متر. لما احنا وقفنا في ميناء اسكندريه، وقفت قدام سياده الرئيس، انا مش واقف علشان اقول كلام اعلامي او اقول كلام يعني اراهن على مستقبلي او اجذب بمستقبلي حتى وسمعتي في وسط الناس. لما قلت يا فندم انا بوعد حضرتك ان مصر هتكون في 2024 مركز للتجاره العالميه واللوجستيات. خلي بالك يا استاذ عمرو، انا ما قلتش مركز من مراكز التجاره العالميه واللوجستيات، انا قلت مركز للتجاره العالميه واللوجستيات. انا مش مغرور ولا بقول كلام مش هنعمله، لا هنعمله. لما قلنا الكلام ده والناس شافونا فعلا العالم كله بيعمل، احنا النهارده عندنا هجمه شرسه من كل دول العالم جايلنا تستثمر في موانينا، مش تشتري موانينا، تستثمر في موانينا. تيجي احنا بنعمل اللي عندك دلوقتي استثمار في المواني، مش بيع كده. للمواني، لا بيع للمواني. الاستثمار ده عباره عن ايه؟ احنا بنبني موانينا وارصفتنا بشركاتنا وباستشارينا وبفلوسنا وبفلوسنا، لان كلها مواد وخامات موجوده في مصر. السن والرمل والحديد والاسمنت والبشر والمهندسين كل ده موجود، وعندنا استشاريين على مستوى عالي جدا بنصمم وننشئ موانينا بايدينا. بنجيب سواء شركات مصريه، احنا عندنا شركه اسكندريه لتداول الحاويات، شركه بورسعيد لتداول الحاويات، شركه دمياط لتداول الحاويات، شركه اجمه المجموعه المصريه للمحطات المتعدده الاغراض. دول اربع شركات كبيره جدا في تداول الحاويات والبضاعه، غير شركات قطاع خاص اخرى ممكن تكون اقل من كده شويه. طيب لما يجي لي النهارده شركه زي يورو جيت رقم واحد في المانيا، لما يجي لي النهارده هاتشسون الصينيه رقم واحد في العالم، رقم واحد في العالم، ومعاها ثلاث خطوط ملاحيه رقم واحد واثنين وثلاثه، ما ده بيجي وبيجيب زباينه معاه. ما بيجيب خطوط ملاحيه اللي نقصاني. بيجيب جايب كوسكو ده خط ملاحي طبعا، جايب ام اس سي، جايب سي ام اي. لما يبقى معاه ثلاث خطوط ملاحيه عالميه، اكبر ثلاث خطوط، كانوا هربوا مننا. انا بقول كلام واتحاسب عليه، كانوا هربوا مننا وكانوا راحوا ميناء بري او بيريوس في اليونان وحيفا في جنبنا. وكلام انا بقوله وزمايلي سامعيني، دول لما هربوا مننا ومشوا، مشوا ليه؟ كلام مش هنقوله دلوقتي، ولكن احنا عشان نرجعهم تاني وان يكتسبوا تاني ثقه في الاقتصاد المصري ويرجع، دي محطه 55 على 62، 3 كيلو او 2 كيلو 750 ارصفه بتتعمل في قلب مدينه اسكندريه. باين حاجه جباره جدا. ايوه شركة ده مش مينا، ده طريق. شركتين مصريتين وطنيتين بيعملوا هذه المينا، واللي ونجدي استوردناها وان شاء الله قريب نصنعها عندنا، وهديرها معانا شركه سي ام اي الفرنسويه رقم واحد. برضه نشرح للناس يعني ايه هيستثمروا. مش هتتباع المينا، المينا مصريه وتفضل مصريه. ده والمحطه اللي قدام حضرتك دي الارصفه دي والارض دي ملك مصر، هي ما بتبيعهاش. هايل. ولكن اللي بيشغل بقى فوق الارصفه، اللي بيشغل بقى اللي ونجدي، التشغيل لشركات عالميه بزباينها العالميين،
بالظبط كده، بالظبط كده. حضرتك جبتها، شركات تشغيل عالميه بالخطوط الملاحيه العالميه المتحالفه معاها، اللي هي ضامنه تجيب لها البضاعه، مش بضاعه الصادر والوارد يا استاذ عمرو بتوع مصر، اللي هم كده كده هيجوا، صح هيجوا بس هيعانوا شويه في التنزيل والتحميل والتفريغ نتيجه ان فانت ما بعتش، معلش اعذرني واستحملني، انت ما بعتش ولا مينا، انت كل الحكاية انك عملت عقود ادارة مع شركات عالمية بتيجي بالخبرة بتاعتها وبالتجارة بتاعتها وزباينها الى الموانئ المصرية. انا فاهم صح؟ انا ما بعتش ولا مينا، انا ما بعتش ولا متر في رصيف في مينا، ما بعتش ولا متر في رصيف في مينا. احنا جبنا خطوط ملاحية عالمية عندها مراكب وشركات تشغيل عالمية كبيرة بتقدر تدير اكتر مننا عشان تقدر تجيب لنا بضاعه، زي ما قلت لحضرتك مش الصدر والوارد، لا الصدر والوارد ده جاي جاي، بقول لحضرتك هيعاني شويه ولكن يقدر يجيب لي. احنا قدامنا التطوير في ميناء دمياط، انا ما بفهمش في المواني بس في شيء جبار قدامي. يعني شايف حضرتك الحاجز ده الحاجز ده كيلو ونص، الناحيه الثانيه 4 كيلو ونص، يعني ايه؟ يعني بعمل حاجز الامواج داخل البحر. كل دي اموال مصريه وانشاءات مصريه وشركات مصريه وعماله مصريه. اللي قدام حضرتك ده بتنفذه شركه النيل العامه للطرق والكباري، شركه تابعه للشركه القابضه، لا طبعا قديمه جدا للطرق والكباري. الشركه دي كانت بتخسر وبتتصفى. الشركه اللي قدام حضرتك دي اللي بتعمل عمل جبار ده كانت بتخسر وبتتصفى. رؤساء مجالس ادارات الشركه القابضه والشركه دي اللي سامعيني دلوقتي يطلعوا يكذبوني، الشركه دي كانت بتخسر وبتتصفى، الشركه دي تحولت الى شركه بتكسب بتنفذ اعمال هندسيه جباره. الناحيه الثانيه منها شركه ابناء حسن علام اللي هو الحاجز الغربي ده، ده شركه من القطاع الخاص المصري المحترمه. اذا احنا بنشغل شركات القطاع الحكومي اللي كانت خسرانة وحولناها الحمد لله إلى شركات بتكسب، وكل ده بعد ما تعمل التطوير ده كله يجي شركة الإدارة العالمية تقوم بإدارة هذا الأمر وتشغيله وتطويره ونقل الخبرة اللي عند الناس ديت لأبنائنا المصريين وللناس اللي بتشتغل في صناعة الشحن المصرية. أنا بعمل الحواجز دي والموانئ دي والأرصفة دي بالجنيه المصري وباخد المقابلات بتاعتها بالدولار، يعني كل حاوية اخد عليها 9 دولار 10 دولار المتر المربع 10 دولار. من مين؟ من الشركة العالمية اللي بتشغل وتدير او من الخط الملاحي العالمي اللي جاي هنا، لان هو بيشتغل بالدولار. ما هو ان الاوان ان المواني بتاعتنا تجيب فلوس، ما تبقاش مرسى، يعني يبقى فيها الخدمات اللي هي كل المراكب تيجي ترسي عندك، يبقى عنده تصليح، يبقى عنده صيانة، يبقى عنده تموين، يبقى عنده إعادة تخزين، إعادة توجيه، كل ده بفلوس. زي مش عايز أقول أسامي مواني قريبة مننا يعني. أنا قلت لحضرتك اسم واحدة منها والتانية أو يعني قلتهم بلاش نقول، زي ما حضرتك قلت إحنا غير تطوير الأرصفة والمواني بنطور الأسطول بتاعنا دلوقتي. إحنا كان عندنا شركات للملاحة البحرية أسطولها تآكل، بنرجعها تاني الحمد لله دلوقتي عندنا. هل تعلم ان احنا عندنا دلوقتي شركة بتأجر مراكبها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة؟ بعد ما كنا وصلنا ان احنا مش لاقين مركب، احنا دلوقتي عندنا مراكب الحمد لله جديدة وحاجات مجددة وبنعملها صيانة، وبنعمل 2 ترسانة بحرية جديدة بنطورها، واحدة في السويس واحدة في اسكندرية، عشان نبدأ ندخل عالم تاني خالص. مش نصلح، لا نصنع مراكبنا، سواء الأطراف اللي أكتر من 70 طن، لأن 70 طن بتصنع دلوقتي موجودة في القوات البحرية المصرية المحترمة أو في هيئة قناة السويس. احنا دلوقتي بنعمل ترسانة كبيرة عشان نصنع الأطراف اللي فوق 70 طن والمراكب الكبيرة. اللي قدام حضرتك ده يا استاذ عمرو، انا عايز حضرتك توقف الصوره دي لو سمحت. الصوره دي بتقول المصريين لما يعني يحطوا في دماغهم حاجه بيعملوها. هنا انا مفروض ده تحت الميه
اجيب كراكه تكرك تاخد في المتر 7 دولار وتمشي. لا احنا ما بنعملش كده عشان نوفر لبلدنا دولار عشان نقدر نقول احنا المصريين. وعملنا الكلام ده، ما دي خبرات متراكمه، عملنا الكلام ده في قناه السويس. قناه السويس طبعا بنحفر الترانشات. احنا اساتذه التكريك دلوقتي. بدل التكريك بنحفر الترعه الطوليه دي، تقوم تجمع الميه نسحبها نرميها في البحر بترمبات بدائيه، ثم تخش العربيات والحفارات تشيل الرمل اللي بدأ ينشف شوية، نخلص 2 متر. هو طبعا للأسف ناس كتير ما بتشوفش الحاجات دي يا فندم، ويجوا يسألوا هو إيه اللي بيحصل، فهي فرصة طبعا إن احنا نشوف حاجات جبارة زي دي. ولسنا في حاجة بقى إن احنا نبرر ليه عندنا مواني، يعني دي أي حد في سنة أولى ابتدائي يكون عندنا تقصير. نتيجة إن احنا جايز ما بنظهرش الكلام ده كله، ولكن إن شاء الله في الفترة الجاية حضرتك هتشوف مشاريع كتير جدا بتدخل الخدمة، مشاريع بتتدشن عشان الناس تشوفها وهي بتتنفذ وتدخل الخدمه. ان شاء الله باذن الله يعني هنبذل مجهود شويه في الفتره اللي جايه، والاعلاميين المحترمين اللي زي حضرتك والقناه بتاعتك تشوف المشاريع وتشوف حجم العمال. احنا عندنا النهارده في القطر السريع بيشتغل معايا 150 شركه. تخيل ال 150 شركه دول لو ضربت بس في 1000 عامل في كل شركه، يبقى انت عندك 150 الف مهندس وفني وعامل عماله مباشره، قدهم غير مباشره يبقى 30، يبقى 300 الف. يعني 300 الف اسره، 300 الف اسره بيوتهم مفتوحه من مشروع واحد يا استاذ عمرو، من مشروع طيب. واحد لازم الناس تحط كل حاجه جنب بعضها وتاخد الموضوع على بعضه. خليني ما يخش كده حته ويبتزئها ويقول لك ده اصل هم بيضيعوا الفلوس. لا، مش احنا اللي بنضيع الفلوس. طب خليني قبل ما اللقاء ده ينتهي لازم اهني حضرتك على حاجتين دايما بسالهم لحضرتك ودايما تقول لي حاضر. هيخلص الدائري والمحور اللي اتعمل في الدائري والمحور لازم اهني حضرتك عليه والله يا استاذ عمرو. بجد الان اللي بياخد الدائري او ياخد المحور يعرف انه هناك فرق كبير، وكان دايما وشهادة لأن أنا اشتغلت الكلام ده عندما كنا نتحدث مع وزراء النقل أو وزراء الإسكان على الطريقين دول، كانوا يقولوا لنا أنه مستحيل يحصل فيهم تطوير، مستحيل. والله الحمد لله بتوفيق من ربنا وبمجهود زمايلي في وزارة النقل وخاصة الهيئة العامة للطرق والكباري وهيئة الأنفاق. الطريق الدائري زي ما حضرتك شايف دلوقتي أصبح 7 حارات و7 حارات طبعا. خلص المرحلة الأولى بتاعته بالكامل، لو خدنا كده قوس من اسكندرية الزراعي في اتجاه الشمال ونروح كده في اتجاه الجنوب واتجاه الغرب لحد المريوطية الناحية التانية، كل ده خلص 7 حارات و7 حارات. بنعمل دلوقتي المحطات بتاعة البي ار تي، خلصنا طبعا الانارة وخلصنا الانفراستراكشر بتاع الاي تي اس وكل الكلام ده. بنشتغل دلوقتي في المرحلة التانية اللي هي من اسكندرية الزراعي مرورا بالوراق وكوبري الوراق اللي هيتعرض، كوبري الوراق هيتعرض زي كوبري المنيب، يتعمل كوبري جنب الكوبري ونربط مع المحور 26 يوليو ورود الفرج ونكمل لحد طريق الواحات، نكمل لحد طريق الواحات. واللي حصل برضه في طريق الواحات مذهل. في طريق الواحات ده اصلا كمان هيتوسع. النهارده انا شرفت بلقاء السيد رئيس الجمهوريه وصدق لي على تطوير طريق الواحات. حضرتك بتيجي من طريق الواحات كتير هتلاقي طريق زويل داخل عمود على طريق الواحات بدون تقاطع حر. الطريق الجيش اللي خارج ما بين معسكرات القوات المسلحه وحدائق الاهرام. الناس تعبت معانا كتير اثناء التغيير واثناء التطوير واثناء التوسيع، لكن الان الناس شافت النتيجه في النهايه. ولسه هيشوفوا اكتر واكتر، وبنوعدهم ان طول ما احنا موجودين وطول ما فينا نفس ان شاء الله هنعمل اكتر واكتر لبلدنا ان شاء الله. طب سؤالي الاخير بجد، هو احنا لسه محتاجين المونوريل؟ ان المونوريل ده طبعا احنا بنشوفه في في اكتوبر، بنشوفه الاعمده بتاعته مكمله لغايه الاخر لغايه التجمع، يعني بنشوف حتت كتيره. امتى هيشتغل واخر اخباره ايه؟ انا هرد على حضرتك، مش علشان في ناس اجتزأوا حوار لحضرتك وجابوا كلمه حضرتك قلتها في حوار احد الحوارات انا سمعتها، حضرتك طبعا تقصد المعنى الجيد ليها وحضرتك ما يعني لا تقصد. يا معالي الوزير انت بتقف يعني خلي يعني انت وقفت على الجمله ده بيقول مثلا يعني. فانا بس بقول من منطلق ان احنا وانا وحضرتك وغيرنا بنعرف المواطن
بنوضح للمواطن ايه اهميه المونوريل، مش عشان نقول له المونوريل الاول ولا غيره الاول، كله الاول، كل حاجه عندنا في مصر الاول، التعليم زي المونوريل زي الصحه، كله بالتوازي يعني. كله بالتوازي وكله بيشتغل في وقت واحد. انا قلت لحضرتك يبقى عندي زراعه وصناعه معاهم نقل بيخدمهم، معاهم كهرباء ومعاهم بترول بيخدم عليهم، زائد عنصر بشري محتاج زي قلنا سكن ومحتاج صناعه تعليم. وفي حقيقه الامر لما بنشوف الفيلم وبنشوف الانجاز اللي حصل في عدد الاعمده على الطريق، لانه طبعا ما فيش حد بيمشي بالعربيه بتاعته وفيها كاميرا تاخد الموضوع من فوق كده، يشوف حجم انجاز ضخم جدا. ده لسه حضرتك لما تشوف بقى كمان الكمر خلص بالكامل، والووك واي او الممشى اللي بين الكمر ده بدا يركب من العاصمه الاداريه كده احنا جايين، اللي هو هيمشي عليه الناس الفنيين اللي هيصلحوا او اللي هيصينوا المونوريل، لما تلاقي المحطات كلها خلصت هتلاقي مشروع حضاري بامتياز، مشروع حضاري بامتياز. المونوريل ده اهميته يا استاذ عمرو، اولا المونوريل ده سرعته 80 كيلو في الساعه، تكلفه الكيلو واحد منه تقريبا بتلت تكلفه متر الانفاق. متر الانفاق لما بنيجي بنعمله عشان الحفر الكيلو، طبعا الكيلو تقريبا بيبقى تقريبا حوالي من 90 الى 100 مليون، من 100 مليون دولار تخيل. وطبعا ماشي تحت الارض وبيخبط في مرافق وميه وكهرباء وصرف وما الى ذلك، وما يقدرش يناور يعني زوايا حاده. انت عندك هنا المونوريل ماشي في نص الطريق على اعمده، ما خدش اي جزء من الطريق، ماشي في جزيره الطريق، اللي عايز يعدي يمين شمال يعدي من تحتيه ما فيش مشكله، يطلع وينزل بسرعه بميل يتعدى ال 6%، الطريق ده بيمشي ماكسيمم 2-3%، القطر بيمشي 1%، المونوريل بيقدر يمشي حتى 6%. حضرتك هتلاقي مثلا في 26 يوليو او مثلا دلوقتي في محور المشيط طنطاوي بيطلع فوق الكوبري وبينزل. طب عايز يخش مكنساتك، شفت عدى دلوقتي، عايز اخش شمال 90 درجه او يمين 90 درجه، المونوريل اللي يقدر يعمل كده، مش المترو ولا القطر. المونوريل فيه خصائص هندسيه كبيره جدا تخلينا نقدر نشتغل حتى نعمل المشروع كده زي ما حضرتك شايف، والعربيات ماشيه راحه وجايه جنبنا، بيمشي بسرعه تصل الى من 80 الى 120 كيلو في الساعه، زوايا قايمه، يخش شمال او يخش يمين، يطلع او ينزل، ما بياخدش اي او ما بيعملش اي مشاكل. وده برضه يا فندم قرضه بالتقسيط المريح، قرض المونوريل بالتقسيط المريح، وده بالتحديد في سبع سنوات سماح، لان احنا نسبه يعني سبع سنين ما تدفعش حاجه، سبع سنين، اربع سنين انشاء وثلاث سنين ضمان، يبقى سبع سنين ثم 23 سنه سداد، يعني انت بتسدد في 30 سنه، يعني تكون المونوريل ده جاب ثمنه وزياده. المونوريل ده على فكره اول وسيله مواصلات، لا هنكون كسرناه كل يعني كالعاده يعني نكون كسرناه أول مرتين ثلاثه يعني. اول وسيله مواصلات هتبقى في مصر، ويمكن مش عايز اقول في الشرق الاوسط، درايفر ليس بدون سائق، ربنا يستر، عشان نتجنب العنصر. شايف 90 درجه، أيوه. المونوريل ماشي اهو، دخل 90 درجه شمال، ايوه، وبعد شويه يخش 90 درجه يمين. المونوريل ده بيمشي زي العربيه كده ماشيه في الشوارع يمين وشمال وبسرعه عاليه وطالع ونازل. طب عايز ايه تاني احسن من كده؟ طيب عايز تاني اسرع من كده؟ معالي الوزير، المواطن اللي قاعد معانا دلوقتي اللي اتفرج على ده كله وبعدين في الاخر سالك سؤال واحب ان حضرتك تجاوبه عليه، طب ما كنتوا اديتونا احنا الفلوس دي، يعني بدل ما كنتوا تصرفوها على مونوريل وفونوريل وسونوريل، كنتوا اديتونا احنا الفلوس دي، كنتوا حطيتوها في التعليم، كنتوا حطيتوها في الصحه، ماذا تقول لهذا المواطن؟ لحضرتك رجعت، انا هرد على السؤال ده، لحضرتك رجعت سبع سنين للخلف كده سنه 15 و16 وسابت الرئيس بيحط حجر الاساس لمشروع المليون ونص فدان من منطقه الفرافره، قال كده، قال انا اسهل عليا ان انا ادي لكل شاب من الشباب 10,000 جنيه، لا بلاش 100,000 جنيه واقعد وهم ياخدوا الفلوس هيصرفوها وتضيع منهم، ولكن وارضي الناس، ادي للناس كل واحد 100,000 جنيه وهيبقوا مبسوطين جدا، ولكن بعد شهر واحد مش هتلاقي حد معاه فلوس، ولكن لو جمعت ال 100,000 مع ال 100,000 مع ال 100,000 وعملت مشروع يشغل الناس ويحل مشاكل الناس، هو ده اللي هو اديني سناره وما تدينيش سمكه. بالظبط.
بالظبط كده، هو ده تخطيط الدوله. انا النهارده لما اعمل لك مونوريل زي ده ينقلك من اكتوبر يجيبك وادي النيل، ينقلك من يوسف عباس يوديك العاصمه الاداريه الجديده. لو حضرتك لاحظت احنا بنعمل تخطيط متوازي، يعني جايبين القطر السريع على طريق السخنه موازي للمونوريل في وسط التجمع. تكامل وسائل المواصلات. تماما. بيليه القطر الكهربائي الخفيف على طريق الاسماعيليه، كلها خطوط متوازيه وفي الاخر بتقفل مع بعضها بالعرض في النهايه وفي العرض في البدايه شبكه من القطارات. سياده الوزير كامل الوزير، وزير معلش اخر حاجه استاذ عمرو، اتفضل اخر حاجه عشان برضو اللي بنقول مين اللي بيشتغل في المشروعات دي وفين دور القطاع الخاص. لان طبعا لما سياده الرئيس سالني وانا يوم قناه السويس لما قال لي هو كان القطاع الخاص يقدر يعمل هذه المشروعات، انا قلت بدون تردد، قلت له لا يا فندم. طب لا يا فندم ليه في البدايه ودلوقتي وبعدها قلنا يا ريت ودلوقتي بندخلهم؟ لان كل المشروعات القوميه يا استاذ عمرو محتاجه استثمارات ماليه كبيره جدا، محتاجه تخطيط واداره كبيره جدا. احنا كنا خارجين من حالة ثورة وفي عدم ثقة في الاقتصاد وكنا اقتصادنا فعلا تعبان، ما نقدرش نقول للقطاع الخاص تعالى النهارده اعمل مشروع كبير زي ده من اموالك لانه مش هيجي. ما عنده اولا ان كان عنده الملاءة المالية ما عندوش الجرأة، خلينا اقولها كده، ما عندوش الجرأة ان هو يغامر بفلوسه عشان يخش يعمل مشروع كبير زي ده. ولكن لما القطاع الخاص الاول يبدأ معايا تنفيذ يعني انشاءات يعني مقاولات، هو ده احنا عندنا ابناء حسن علام، عندنا اوراسكوم، عندنا سامكو، عندنا بترمي البنيه الاساسيه وبعد كده يقدروا يدخلوا معاك طبعا كده. لانه هي الدوله الوحيده اللي بتبقى قادره على مثل هذه الاشياء، وطبعا كميه التشغيل وكميه الشركات اللي شغاله في كل الطرق وفي كل المشروعات. يا بقى دلوقتي في الاداره دور القطاع الخاص، يعني في التنفيذ معايا كان القطاع الخاص بيشتغل معايا تحت اشراف الدوله وتمويل الدوله وتنظيم الدوله ومتابعه الدوله. طب دلوقتي انا خلصت المشروعات دي بنقول اهلا وسهلا، البي ار تي اللي على الدايره ده بدوره قطاع خاص، كل وسائل المواصلات بتديرها قطاع خاص، الموانئ بتديرها قطاع خاص، كل الانظمه بتاعتنا بتديرها قطاع خاص. اذا اهلا وسهلا. في البدايه فعلا القطاع الخاص كان غير قادر، كان غير مؤهل، دلوقتي اصبح القطاع انت خاص. بتسلمه المشروع بعد ما عملت كده الجزء الصعب، هو يقدر بعد كده يكمل بنجاح شديد لان هو متميز عن الدوله في الاداره. حقيقي حقيقي، ده مش عيب. القطاع الخاص لا يدير، لا مش عيب، لا ده شغلته. القطاع الخاص يدير اكفأ مننا. طب القطاع الخاص بيشغل اكفأ مننا. ولكن احنا نقدر ننشئ اقوى من القطاع الخاص ونقول له اتفضل واسرع اتفضل دير معانا، اتفضل حط ايدك معانا. سيادة الفريق كامل وزير، وزير النقل، بشكرك شكرا جزيلا على هذه النفحة من الطاقة الإيجابية، لأنه طبعا أنا بقالي كم يوم الناس تقول لي أنت طاقتك سلبية، النهاردة حضرتك اديت الناس طاقة إيجابية جدا، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. العفو يا أستاذ عمرو. شكرا لك.